تحدي الثالث تحدي تنس كرة القدم. من يفوز بهذا التحدي ستكون له فرصة مواجهة الكابتن حبيب جعفر في نفس التحدي، تحدي تنس كرة القدم. نتابع معك. نعم شباب، عندنا هنا التنس فوتبول لاعبين، اعتقد عندنا القانون مالتها ثلاث لمسات بطبه واحده، تلعب من خارج المربع خمس دقائق، كل شوط دقيقتين ونص، يعني تخلص تفتر زين، الارسال خمسه وتبدل. يلا شباب، نعم اثنين ونعم. مرة أخرى مشاهدينا متابعينا، عدنا وياكم نصل وياكم إلى التحدي الثالث. نعم تحدي تنس كرة القدم، هذه نقطة أولى، نقطة أولى للأحمر لقطاع 56. نعم تبدأ وتنطلق هذه البداية، نعم القوية من قبل الفريقين والمتنافسين في هذه الأثناء. الكابتن حبيب من هنالك يأذن للاعبين أن ينطلق التحدي. سيطرة على الكرة يمثل الفريق البرتقالي أو فريق الشماعية، اللاعب محمد محيبس وعلي عباس، بينما يمثل الفريق الأحمر كرار حازم وعلي محسن قائد الفريق. بالرأس وصلت الكرة ولكن خارج الخط الذي يعتبر والمساحة القانونية لملعب تنس كرة القدم. عادت الكرة الآن، وصلت استقبال بيسارية بالراس الثانية ونقطة غير. نقطة خمسة. تغيير في الإرسال لصالح فريق الشماعية. كرة ترسل استقبال عن طريق علي محسن، علي محسن قائد فريق قطاع 56، وصلت وعادت مرة أخرى. من هنالك المتابعة قبل لجنة التحكيم الدوليين، الكابتن شاكر محمود والكابتن عباس عطية والكابتن حبيب جعفر المدير الفني. تعود الكرة مرة أخرى، ترسل برتقالية استقبال للأحمر عن طريق اللاعب كرار حازم، كرار تصد نقطة للأحمر. من هنالك ثانية في هذه الأثناء، تعود الكرة لفائدة محمد محيبس. محمد محيبس يرسل كرة عالية، وصلت استقبال بالراس، من هنالك التأمين، ترسل بإرسال برأسية، وجدت الاستقبال عن طريق الفريق البرتقالي. طالت على اللاعب علي محسن، طالت وتحولت من هنالك لفريق الشماعية عن طريق اللاعب محمد محيبس. محمد استقبال بالراس، وصلت وعادت، محاولات ما زالت قائمة، تحولت نقطة من هنالك، نقطة من هنالك تتحول، تعود مرة أخرى لفائدة فريق الشماعية. نعم الكتيبة البرتقالية. مرة أخرى عدنا وإياكم مشاهدينا متابعينا، متابعة مجريات الشوط الثاني لتحدي تنس كرة القدم، التحدي الثالث لمسابقة كرة للمواهب. الكابتن الدولي حبيب جعفر يطلق صافرة البداية، بداية الدقيقتين والنصف نعم الثانية في هذا التحدي، أي الشوط الثاني لتحدي تنس كرة القدم ما بين قطاع الشماعية وفريق الشماعية وقطاع 56. تعود الكرة لفائدة اللاعب علي محسن قائد الفريق، تعود باستقبال عن طريق علي عباس، مرت وتحولت لفائدة علي محسن لفريق الفريق الأحمر قطاع 56. علي محسن الكابتن قائد الفريق يرسل كرة، تعود مرة أخرى لعلي عباس، علي عباس ترسل عن طريق كرار حازم، تعود الكرة بنقطة برتقالية، الإرسال للبرتقالي، الإرسال لفريق الشماعية. نعم في هذه الأثناء كرة ترسل عالية، علي محسن يستقبل، وصلت الكرة لكرار حازم، كرار وجدت الاستقبال عن طريق محمد محيبس وعلي عباس للكتيبة البرتقالية، نقلات وإرسال، وصلت الكرة، وصلت عند الشبكة بالراس قوية، صعبة على علي محسن ولكن عادت مرة أخرى بالراس، يستعيدها بسيطرة رائعة،
سيطرة رائعة وتناغم من قبل المتنافسين، من أجمل ما رأينا في هذا التحدي مشاهدينا متابعينا. نعم هنالك تنافس وتحدي وصعوبة، نعم صعوبة في تسجيل النقاط من قبل الفريقين قطاع 56 وفريق الشماعية. عادت الكرة الآن للبرتقالي مرة أخرى، إرسال للبرتقالي، استقبال عن طريق علي محسن لفريق قطاع 56، ممتاز علي محسن ينقذ الكرة، تعود مرة أخرى، طالت وتحولت بنقطة للأحمر، نقطة لمصحة قطاع 56، تتحول الكرة من هنالك، الإرسال للأحمر بمحاولات ما زالت قائمة، تتواصل المحاولات وتتواصل الصعوبة. نعم في هذا التحدي تعود الآن الكرة لفائدة اللاعب علي عباس بالشوط الثاني مثير، شوط ثاني رائع نشاهده في هذه الأثناء، كرة ترسل عالية من هنالك للاعب علي محسن، علي محسن يرسل كرة تعود بالراس، استقبال ولكن الكرة سريعة بالتالي عادت مرة أخرى، علي محسن ممتاز. نعم وأفضل ما شاهدناه، الفريقان يواجهون صعوبة في تسجيل النقاط. نعم مشاهدينا متابعينا، شاهد مشاركة الكابتن حبيب جعفر والحارس والإعلامي المتألق محمد الحريشاوي لمواجهة الفريق الفائز. نعم فاز قطاع 56 ويواجه في هذه الأثناء الكابتن نجم الدول السابق حبيب جعفر والكابتن محمد كاظم، كرة ترسل عالية إلى خارج أرضية الملعب، تعود الكرة لعلي محسن، علي محسن يرسل كرة من هنالك، الاستقبال كابتن حبيب يعود لذكريات الزمن الجميل والحبكة الذهبية رفقة المنتخب الوطني وفريق نادي الطلبة الجريح، تعود الكرة الكابتن حبيب ينقذ الكرة، تعود باستقبال لمحمد كاظم ولكن من هنالك تعود وإعادة الإرسال، أرسلت الكرة علي محسن جاءت المساندة على طريق كرار حازم وبالتالي مرت وتحولت إلى خارج أرضية الملعب. الإرسال الآن لفائدة نسميهم فريق البرنامج، نعم فريق البرنامج، حارس المرمى محمد كاظم والكابتن حبيب جعفر ومن هنالك لجنة التحكيم بقيادة النجوم الدوليين الكابتن عباس عطية والكابتن شاكر محمود يسجلون الملاحظات لفائدة الفريقين. تعود الكرة بإرسال الكابتن حبيب، يرسلها لمحمد، محمد بكرة تلامس الأرض مرة والثانية يرسلها لحبيب، عادت مرة أخرى، الكابتن حبيب مع حفظ الأسماء والألقاب برأسية وصلت وعادت بالرأس على اليسار ولكن الكرة مرت إلى خارج أرضية الملعب. شاهدنا معكم تحدي تنس كرة القدم وانتهى لصالح فريق قطاع 56 و البرنامج وفر للفريق الفائز فرصة أن يلعب أمام حبيب جعفر كابتن عباس. والله أفضل ما بهذا التحدي هو هي هاي الفرصة، لأنه ما كان ممتع الفريقين بصراحة، ما كانوا ممتعين لأنه مهارة الرأس اثنينهم ضعيفين بها، الاتصال والمخاطبة بين اللاعبين ضعيفة، زاوية الإسناد كانت على طول أفقية وأكو خجل وإرباك. يجوز الفريق 56 أكثر هدوء على اعتبار أكبر سنا، لكن فريق الشماعية كان مربك جدا. كابتن شاكر، طبعا احنا متفقين سابقا قلنا انه هذا الاختبار هو نبات يصير وحده تدريبيه للانديه النخبه وانديه الدرجه الاولى، فاللاعبان اللي هم علي محسن وكرار حازم شفتهم بهذا الاختبار يعني ما بقوا ثابتين،